بهدف الوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره أو انتقاله، أقيمت هذه الخيمة الطبية داخل حرم مستشفيات البشير في العاصمة عمان. الخيمة التي أنشئت بمساعدة من الأمم المتحدة، يتم فيها تصنيف الحالات المرضية قبل الدخول إلى مرافق المستشفى أو قسم الإسعاف والطوارئ. الدكتور يوسف قديمات، مدير مستشفى الوبائيات في مستشفى البشير، ما هي آلية التعامل مع المرضى والمراجعين الذين يصلون إلى الخيمة قبل الذهاب إلى مرافق المستشفى الأخرى؟ السلام عليكم. بداية، المريض يحضر عبر الدفاع المدني إلى الخيمة هنا، وتم تصنيفه هل هو حالة تنفسية أم غير تنفسية. إذا كان الحالة تنفسية يتم إرساله إلى قسم الأمراض الصدرية للعمل المسحة أو والتحفظ عليه، أو إرساله إلى البيت بعد أن يوقع تعهد. إذا كانت الحالة عادية يذهب إلى مبنى الطوارئ الرئيسي لاستكمال العلاج الطبيعي. هنا يتم رصد الحالات الطبية والمراجعة، فإذا ظهرت عليها أعراض فيروس كورونا يتم تحويلها مباشرة إلى عيادة التقصي، ويتم أيضا الحجر عليها لحين خروج نتائج العينة من المختبر. فإذا كانت سلبية تواصل علاجها الطبيعي، وإذا كانت إيجابية يتم عزلها للمستشفى المخصص لذلك. إجراءات احترازية كثيرة وعديدة تتخذ في الأردن لمواجهة فيروس كورونا. المهم والأهم بالنسبة للمستوى الطبي الأردني أن يتم منع انتشار فيروس كورونا وعدم انتقاله، خصوصا في المرافق الطبية. الخيمة مجهزة بمعدات وأسرة، وفيها أقسام للأطفال والنساء، وهي تعتبر محطة إنذار طبية قبل وصول المرضى والمراجعين إلى أروقة ومرافق المستشفى، بحيث أنه إذا اشتبه في حالة معينة لا تصل هذه الحالة إلى المستشفى، بل يتم أخذ عينات منها والتأكد من أنها خالية. وإذا كان الفحص إيجابي للحالة فيتم نقلها لمستشفى الأمير حمزة، حيث قسم العزل المخصص للمصابين بفيروس كورونا. نايف مشاقبة، سكاي نيوز عربية، عمان.